بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابعة الجزء الأول من مادة الرياضيات. محاضرة اليوم تتحدث عن الطريقة الثانية لضرب المتجهات، والتي هي طريقة الضرب الاتجاهي Cross Product. طبعا الكروس برودكت اللي هو الضرب الاتجاهي في المصدر موجود في صفحة رقم 726، في المصدر سكشن 12.4 كروس برودكت صفحة 726. أخذنا في المحاضرة السابقة الضرب النقطي اللي هو الدوت برودكت لمتجهين، وإن شاء الله اليوم نتحدث عن الـ second of the two vectors multiplication methods اللي هو the cross product. ف the cross product of two vectors in space. بداية we start with the two non-zero vectors. الفكتور الأول اللي راح ناخذه اللي هو فيكتور يو، الفكتور الأول اللي هو فيكتور يو and v in the space، والفكتور الثاني هو فيكتور v، فراح يكون فيكتور يو وفيكتور v متجهين بالplane. ف so if u and v are non-parallel، إذا U و V هن متجهات غير متوازية، they determined a plane، راح يكون عندي أو يحددن مستوي. plane هذا اللي واضح أمامكم، هذا ناتج من التقاء ال U مع ال V، ال U product مع ال V، اليو فيكتور مع الفي فيكتور. فاليو والفي وكأنه هنا عندي بلين، اكس واي بلين، واي زد بلين، اكس زد بلين، فنفس الحالة المتجهين يو وفي راح يكون عندي بلين بهذه الصورة. زين، اليو مع الفي راح يكون ايضا زاوية بيناتهم، زاوية مقدارها ثيتا. We select the unit vector n perpendicular to the plane by the right hand rule أو right hand side. طلاب، إذا أريد أخذ باستخدام right hand side من ال U إلى ال V، فراح بالإمالة يعني باللف right hand side، فراح يكون الثامب هذا اللي هو الاصبع الابهام راح يتجه باتجاه المتجه اللي هو راح يكون اليو كروس في، فراح نستخرج اليو كروس في باستخدام قاعدة الكف اليمنى، فراح يكون الاصابع من اليو الى الفي، لفة الاصابع من اليو الى الفي، والابهام الثامب راح يتجه باتجاه الكروس برودكت بين يو اند بي، فراح يكون هذا المتجه الاحمر اللون راح يكون هو متجه يو كروس في، وهو باتجاه اليونت فيكتور لليو كروس في. اليو كروس في هو باتجاه اليونت فيكتور اللي هو الان، اللي هو راح يكون عمودي على المستوي اللي واضح امامكم اللي هو يو في بلين، اللي هو هذا البلين باللون الرمادي. ف يو كروس في راح يكون عمودي على كل من اليو والفي، وعمودي على البلين ايضا. هذا اتجاه، كيفية يعني تحديد اتجاه اليو كروس في.
فراح يكون اليو كروس بي يونت نورمال فيكتور ذات بوينت ذا واي يور رايت ثام بوينت وين ذا يور فينجر كرول ثرو ذا انجل اللي هي ثيتا فروم يو تو في. مثل ما موضح انه لفة الأصابع راح تكون من اليو إلى الفي، والثامب يشير إلى اتجاه اليو كروس في. فراح يكون عندي هنا definition، تعريف the cross product يو كروس في، وتكتب بيو كروس في is the vector يو كروس في، واللي هو القانون مالته راح يكون شنو؟ راح يكون هو عبارة عن طول المتجه الأول اللي هو يو مضروب في طول المتجه الثاني اللي هو الفي مضروب في ساين الزاوية الواقعة بين المتجهين اليو اند في. هذا كله بين قوسين مضروب في متجه الوحدة الان اللي هو باتجاه يو كروس في، اللي هو باتجاه حاصل ضرب المتجهين ضربا اتجاهيا. فراح اعيد على قانونه، قانون اليو كروس في، يو كروس في هو عبارة عن متجه، يو كروس في عبارة عن متجه يكون عمودي على اتجاهه، يكون عمودي على المتجه يو وعمودي على المتجه في، يكون زاوية 90 بيناتهم بين المتجه يو كروس في ويو ويو كروس في وفي. الزوايا بيناتهم راح تكون 90 درجة مئوية، عفوا 90 درجة، ويو كروس في راح يكون المقدار مالته أو قانونه يكون هو عبارة عن طول اليو في طول الفي، طول المتجه الأول في طول المتجه الثاني في ساين، هنا أنا لازم ناخذ ساين الزاوية، ساين الزاوية الواقعة بين اليو وفي. هذا كله في متجه الوحدة اليونت فيكتور اللي هو باتجاه اليو كروس في، لأن إنه باعتبار طول اليو هو رقم وطول الفي هو رقم وساين الزاوية هو عبارة عن رقم، فراح يكون هذا كله عبارة عن numbers أرقام مضروبة في متجه الوحدة اللي هو باتجاه اليو كروس في. فراح أحصل على متجه ثاني أو متجه ثالث يختلف عن المتجه يو ويختلف عن المتجه في بالمقدار وبالاتجاه. ف unlike the dot product the cross product is a vector. يعني مو مثل الدوت برودكت، لان الدوت برودكت كان النتيجة مالتها عبارة عن numbers، بينما الكروس برودكت النتيجة مالتها راح يكون هو عبارة عن شنو؟ عن vector. فلهذا السبب for this reason it's also called the unit the vector product. فلهذا السبب سمي بال vector product، نسميه بال vector product أو cross product of U and V. زين، the vectors u and v u cross v is orthogonal to both u and v because it's a scalar multiple of n. قلنا ال u cross v هو يكون عمودي على كل من المتجه u والمتجه v، واللي هو راح يكون because it's a scalar multiple of n. الان هو متجه الوحدة، راح يكون هو عبارة عن متجه الوحدة مضروب في رقم معين اللي هو هذا الرقم المعين اللي هو طول اليو طول الفي ساين الزاوية. هذا هو عبارة عن نمبر، فراح يكون هو عبارة عن اليونت فيكتور مضروب في السكالر ملتيبل يونت فيكتور السكالر ملتيبل اوف n اللي هو اليونت فيكتور. نرجع الى المحاضرة.
وبطبيعة الحال يعني أغلب الديسكريبشن، أغلب التفسيرات اللي موجودة بالمحاضرة عندكم هي من المصدر ثوماس كيركلس. فمثل ما تلاحظون الأوفر فيو هو نفس اللي حكيناه مسبقا، اللي هو موجود في المصدر اللي عندكم. والديفينيشن ايضا كروس برودكت يو ان كروس في، يو كروس في از فيكتور يو كروس في، واللي هو نفس القانون اللي امامكم. زين، نجي على الموضوع الثاني اللي هو بارال فيكتورز، المتجهات المتوازيه. نون زيرو فيكتورز يو اند في ار بارال اف اند اونلي اف U cross V equal to zero. طلاب، المتجهات المتوازية إذا كان المتجه U مع المتجه V متجهين متوازيين، فراح تكون U cross V مالتهن النتيجة تكون zero. ليش تكون zero؟ لأن الزاوية بين ال U وال V هي صفر، فساين صفر بالقانون، أنا عندي بالقانون اليو كروس في هو طول، ايا كان طول اليو وايا كان طول الفي، مع وجود الساين الزاويه، ساين الزاويه زيرو، فساين الزاويه زيرو هو عباره عن زيرو، فايا كانت طول اليو وطول الفي راح يكون نتيجه اليو كروس في يكون زيرو، لان اليو مع الفي متوازيين. فاذا كانت اليو والفي متوازيين نتيجة اليو كروس في تساوي صفر. نتطرق إلى الخواص الجبرية للكروس برودكت. Algebraic properties of the cross product. أنا عندي بـ Algebraic properties عندي متجه U ومتجه V ومتجه W، عندي 3 vectors. Are any vectors. وعندي 3 متجهات. وعندي two numbers، رقمين اللي يكون، فليكون الرقم الأول نسميه R والرقم الثاني نسميه S، و R و S are scalars، هن عبارة عن أرقام. then الحالة الأولى أو الخاصية الأولى، عندما أضرب R في المتجه U cross S في المتجه V، راح تطلع النتيجة هي عبارة عن RS بين قوسين، وأفتح قوسين U cross V، يعني أتبع بالبداية المتجه U بالبداية الأول والمتجه V بعدها. يعني نضرب المقدار الـ R في المقدار S، ممكن أن نقول RS أو SR نفس الشيء، لأن هو الضرب عملية بدالية، بينما التتابع بالفكتورز راح يكون اول شيء الفكتور الاول ينزل كروس الفكتور الثاني. ما راح اقول ار اس وافتح قوس اقول في كروس يو، لا، لان الفي كروس يو هي خاصيه ناخذها بالخاصيه الثالثه، يو كروس في هي سالب في كروس يو، فما ممكن انه اكتب يعني الار في اليو كروس اس في البي، راح اكتبها ار اس في متجه في كروس يو، ما يصير اكتب في كروس يو، لازم اتبع الاولويه بالمتجهات، المتجه الاول اللي هو اليو والمتجه الثاني هو البي، فراح اكتب يو كروس بي. هذه في البروبرتي الاول. البروبرتي الثاني، عندي متجه يو كروس بين قوسين في زائدا دبليو، يعني جمع المتجهات مضروبة ضربا اتجاهيا في المتجه الأول اللي هو اليو. كيف راح تكون النتيجة؟ راح يوزع اليو على القوس بتتابع الفكتورز، راح أقول إنه اليو كروس في، وأخلي الإشارة هاي اللي هي سالبة أو موجبة، وأخلي اليو كروس دبليو، راح يكون عندي هنا متجه اللي هو يو كروس في زائد المتجه الثاني اللي هو U cross W.
خاصية ثالثة اللي هي يو كروس في راح تكون بعكس الإشارة للفي كروس يو. يعني يو كروس في إذا كان باتجاه الشمال فراح يكون في كروس يو باتجاه الجنوب. يعني إذا كان يو كروس في إلى الأعلى راح يكون في كروس يو يكون إلى الأسفل باستخدام قاعدة الكف اليمنى. الرايت هاند رول، رايت هاند رول تثبت لي موضوع اليو كروس في هو يساوي الإشارة السالبة للفي كروس يو. أي متجه كان عندي كروس متجه الصفري يساوي النتيجة مالته زيرو، وأي متجه كروس المتجه نفسه في كروس في يو كروس يو دبليو كروس دبليو تكون النتيجة مالته أيضا صفر، لأن أنا عندي الزاوية ساين ثيتا، فالزاوية الواقعة بين أي متجهين نضربهم كروس برودكت أي متجه مع المتجه نفسه أو أي متجه مع متجه ثاني موازي إليه راح يكون الكروس برودكت مالتهم زيرو. الخاصية السادسة اللي هي يو دوت في كروس دبليو هي راح تساوي لي يو كروس في دوت دبليو. هاي مع إذا كانت عندك متجهات يو إلى متجه معين مقدار معين والفي إلى مقدار معين بالآي والجي والكي راح واختبر هذه الخاصية راح تشوفها يو دوت في كروس دبليو هي نفسها تساوي يو كروس في دوت دبليو مع مراعاة الأقواس اللي موجودة. الخاصية الأخيرة اللي هي يو كروس في كروس دبليو يو كروس بين قوسين في كروس دبليو تساوي يو دوت دبليو في ال في ماينس يو دوت في في ال دبليو. وهذه أيضا باستخدام إذا كان عندك مثال تأخذ مثال لليو ومثال للفي ومثال للدبليو. إذا كانت عندك نانا فيكتورز ومعرفة بـ i و j و k راح تطبق هذه الخاصية تلقاها يعني اللي هي u cross v cross w هي نفسها u dot v u dot w مضروبا في ال v يعني هذا يكون رقم معين مضروب في ال v minus رقم معين اللي هو u dot v مضروب في الفكتر w. كيفية استخراج القيمة للكروس برودكت the magnitude of the cross product. إذا عندي U و V هن vectors و الثيتا هي زاوية واقعة بينهما بين ال U وال V. So إذا كانت الزاوية محصورة بين الصفر وال180 إذا كانت الزاوية اللي هي ثيتا يعني محصورة بين الزيرو والباي because n is a unit vector بسبب وجود ال n اللي هو ال unit vector. احنا اتفقنا على ان موضوع ال n هو unit vector ويكون باتجاه ال u cross v فراح يكون the magnitude of u كروس بي. الماجنتيود قلنا شنو؟ طول اليو كروس بي. الماجنتيود هو عبارة عن طول المتجه. فشون أحصل على طول هذا المتجه؟ أنا عندي ضربت المتجه يو والمتجه بي ضربا اتجاهيا فصار عندي يو كروس بي وعرفت اتجاهه قيمته ايش قد راح تكون؟ قيمته راح تكون هو عبارة عن طول اليو كروس بي واللي هو راح يكون طول اليو في طول الفي في الساين الزاوية الثيتا اللي محصورة بين اليو والفي طول في طول متجه الوحدة اللي هو الان فراح يكون طول متجه الوحدة هو واحد ما راح اكتبه وانزل طول المتجه يو نانا طول المتجه في في ساين الزاوية فراح يكون طول يو كروس في المقدار مالته الماجنتيود راح تكون هو عبارة عن طول اليو في طول الفي في ساين الزاوية.
هذا المقدار الماجنتيود اللي حاصل ضرب المتجهين U كروس V. When we apply the definition and property 3 to calculate the pairwise cross product of I, J and K, we find. طبعا طلاب هذا الفيجر اللي واضح امامكم, هذا الفيجر اللي واضح امامكم هو نسميه الدايجرام فور ريكولينج كروس برودكت. هذا يعني لازم تحفظه او تستحضره في تستذكره في الامتحان وفي المحاضره او في الهوم ورك. هذا لازم يكون عندك موجود. هو بسيط وسهل, و الدايجرام يعني يغنيك عن الاشتباه بين المتجهات وبين الاشارات, راح يغنيك عن الاشتباه بالاشارات. فعندي هنا انا اكتب الاي والجي والكي, وراح يكون بعكس باتجاه عقرب الساعه. الاسهم راح تكون باتجاه عقرب الساعه, باتجاه عقرب الساعة راح يكون الإشارات موجبة I J K باتجاه عقرب الساعة. طلاب راح تكون الإشارات موجبة, عكس اتجاه عقرب الساعة تكون الإشارة سالبة. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية, إذا أريد أضرب الـ I في الـ J يعني I cross J, شو يطلع عندي؟ يطلع عندي موجب K I cross J تساوي لي شنو؟ تساوي لي K. I cross J هي نفسها J cross I بس بيها إشارة سالبة. إذا تذكرون الخاصية الثالثة قلنا U cross B هي سالب B cross U, فـ I cross J هي نفسها minus J cross I واللي هي راح تساوي لي K. J cross K, J cross K راح يساوي لي موجب I, وكذلك J cross K هي minus K cross J ويساوي لي I, وعندي أخيرا K cross I راح يساوي لي J. K cross I راح يساوي لي J واللي هي نفسها minus I cross K. هاي تحفظها حتى ما تشتبه او تخطئ بالاشارات. وعندي هذا البيرايز ترتيب الكروس برودكت بالنسبه للاي والجي والكي. هذا الاتجاه باتجاه الاكس اكسس اللي هو اي راح يكون هو عباره عن جي كروس كي, وباتجاه الواي اكسس اللي هو جي راح يكون هو عباره عن كي كروس I, وباتجاه Z axis اللي هو ال K واللي هو حاصل ضرب I cross J. وراح نعرف من موضوع ال I cross I وال J cross J وال K cross K, إذا تذكرون بال algebraic properties لل cross product, إذا أي متجه باعتبار الـ I والـ J والـ K هي عبارة عن متجهات, فأي متجه مع المتجه نفسه إذا أضربه cross product I cross المتجه نفسه أو J cross المتجه نفسه أو K cross المتجه نفسه أو أي متجه cross المتجه نفسه, قلنا النتيجة مالتها راح تكون زيرو, لأن أنا شنو قلت الزاوية اللي بيناتهم صفر, فساين الصفر هو صفر, فراح يصفر عندي هذا المقدار. هذا المقادير راح تصفر عندي, اي متجه كروس المتجه نفسه النتيجه مالته راح تكون زيرو. الديترمينانتس اون ذا كروس برودكتس, المحددات بالنسبه للكروس برودكت. تكنيكالي determinants
are defined only in terms of arrays of the real numbers. However, the determinant notation provides a useful mnemonic device for the cross product formula. زين اقدر استخدم الديترمينانت لحساب الكروس برودكت، اقدر استخدم المحددات، اقدر استخدم المحددات والماتريكس المصفوفات لاستخراج الكروس برودكت حاصل ضرب متجهين باستخدام الكروس برودكت. فراح يكون عندي رول، قانون cross product calculated by a determinant. راح اقدر استخرج او استخدم determinants لاستخراج حاصل ضرب متجهين ضربا اتجاهين cross product. فلت U هو المتجه U1i U2j U3k، والمتجه V هو متجه V1i V2j V3k. U و V هي راح تكون متجهات B vectors. Then the cross product U cross V is given by، فراح اكتب U cross V وراح اخلي المصفوفة، الصف الاول هو عبارة عن I و J و K. عناصر المصفوفة الاولى، عناصر الصف الاول عفوا، هو I و J و K. عناصر الصف الثاني لهذه المصفوفة، هي مصفوفة طبعا U cross V، هي مصفوفة ثلاثية يعني 3 cross 3 يعني 3 في 3، يعني توجد في هذه المصفوفة U cross V توجد ثلاثة صفوف وثلاثة أعمدة. في الصف الأول راح أخلي الإحداثيات اللي هو I و J و K، يعني باتجاه ال X axis وباتجاه ال Y axis وباتجاه ال Z axis. اشارتها ايش راح تكون؟ راح تكون الصف الاول العنصر الاول موجب، الصف الاول العنصر الثاني سالب، الصف الاول العنصر الثالث موجب، يعني راح يكون هنا موجب سالب موجب موجب سالب وكذلك. هذا اتوقع ماخذينه بالماتريكس بالفصل المحاضره الاولى او العفو في السنه الاولى. في السنه الاولى المفروض انه تاخذون الماتريكس وكيفيه استخراج او كيفيه حل هذه المصفوفه. فسريعا راح اشرح على اليو كروس في باستخدام الماتريكس باستخدام الديترمينانتس المحددات. فالصف الاول اي جي كي، الصف الثاني راح يكون هو عباره عن الكومبوننت للاي والجي والكي بالنسبه الى الفيكتور يو، بالنسبة إلى الفكتر الأول. يعني راح يكون الصف الثاني هو عبارة عن الكومبوننت للفكتر الأول. راح أخلي هنا تحت الـ I أخلي الـ U1، وتحت الـ J الـ U2، وتحت الـ K U3. والصف الثالث وهو الأخير راح أخلي الكومبوننتس للـ corresponding components للمتجه الثاني اللي هو المتجه B. فراح أخلي تحت اللاين الكولوم I راح اخلي ال V1، وتحت الكولوم المعرف ب J اخلي ال V3، وتحت الكولوم معرف ب K اخلي V2، واخلي ال V2 تحت الكولوم J وال V3 تحت الكولوم K. شو راح يكون حل لهذه المصفوفة؟ راح اقول اخلي ال I على جهة، واخلي إذا استخدمت الآي هسه راح ألغي هذا الصف وألغي هذا العمود وأخلي فقط الآي مضروبة في هذه المصفوفة، الثنائية اللي هي 2 في 2 اللي هي U2 U3 V2 V3. فU2 U3 V2 V3 مضروبة في الآي. أجي أخلي إشارة الجي اللي هي ماينس، والجي موجود. إذا خط الجي كعنصر فألغي صف الجي وعمود الجي. فإذا لغيت صف الجي وعمود الجي بقت عندي U1 و U3 و V1 و V3.
فراح يكون هنا يعني U1 U3 V1 V3 مضروبة في J، زائدا عندي الباقي عندي فقط ال K، فإذا استخدمت ال K فألغي صف ال K وعمود ال K، فيبقى عندي هاي المصفوفة اللي هي U1 U2 V1 V2، فراح يكون U1 U2 V1 V2 مضروبة في ال K. نتيجة ال U cross V راح تكون هي عبارة عن شنو؟ خلي أرجع للسلايد قبله، راح يكون هو عبارة عن إذا أريد أستخرج هذه المصفوفة قيمتها هي عبارة عن هذا القطر أو هذا الوتر اللي هو U 2 V 3 minus V 3 U 3 V 2. راح يكون عندي هنا U 2 V 3 هذا المقدارين، هذا المقدار اللي هو حاصل ضرب U 2 في V 3 كأرقام minus حاصل ضرب U 3 في V 2، واخلي بين بعدهن اخلي i، فراح يكون هذا الرقم ماينس هذا الرقم في الاي ماينس. نفس الحاله u1 v3 ماينس u3 v1، واخلي j u1 v2 ماينس u2 v1، واخلي k مثل ما موضح امامكم في هذا في هذه الخطوه اللي هي u كروس v. راح يكون عندنا عندي U2 V3 minus U3 V2، أخلي I minus minus هي طبعا بالقانون موجودة U1 V3 minus U3 V1 J plus U1 V2 minus U2 V1، وأخلي K. prove that the proof موجود طبعا أكو موجود بال بالمصادر كيفية استخراج اليو كروس في باستخدام الديترمينانت. طلابتي الى موضوع ايجاد مساحة متوازي الاضلاع، حيث ان طول حاصل ضرب متجهين ضربا اتجاهيا، طول اي متجهين حاصل ضربهم ضربا اتجاهيا يو كروس في، هي قيمتها قيمة الطول هي تمثل the area of a parallelogram، مساحة متوازي الاضلاع. راح نفهم شلون راح تكون الاريا اليو كروس في، طول اليو كروس في هي مساحة متوازي الاضلاع. طبعا this is the area of the parallelogram determined by U cross V، مثل ما موضح عندنا بالفيجر اللي امامكم figure 15. U طول U being the base of the parallelogram and V طول ال V في طول ساين الزاوية يمثل لي ال height الارتفاع. نجي الى توضيح لهذا المثال او لهذا الفيجر. انا عندي متجه يو واقع على الاكس اكسس، هذا المتجه يو. المتجه الثاني هو المتجه في، يكون زاويه او بزاويه راح يكون مع المتجه يو. يعني عندي انا متجه يو ومتجه في بيناتهم زاويه. اي متجهين قلنا اي متجهين غير متوازيين راح يكونن بلين، فاعتبر عندك هذا بلين، هذا بلين، فاليو مع الفي كونن بلين او مستوي، وبين اليو والفي زاويه. اليو مع الفي راح اسوي متوازي الاضلاع. شلون اسوي متوازي الاضلاع؟ بموازاة المتجه بي، ومن نهاية المتجه يو ارسم خط بنفس الطول ونفس الاتجاه للمتجه بي، وكذلك بموازاة المتجه بي، عفوا بموازاة المتجه يو، من نهاية المتجه بي ارسم خط موازي للمتجه بي
العفو للمتجه يو، فنرسم خط من نهاية المتجه يو موازي للمتجه في، وأرسم خط باتجاه بنهاية المتجه في موازي للمتجه يو يلتقن بهذه النقطة. كون عندي متوازي الأضلاع، هذا متوازي الأضلاع. مساحة متوازي الأضلاع مثل ما تعرفون الاريا اللي اوف ذا بولوجرام يساوينا القاعدة في الارتفاع. القاعدة اللي هي يو في الارتفاع، هذا الارتفاع. الارتفاع هو شنو؟ هو عبارة عن احلل المتجه V الى مركبتين، لان باعتبار المتجه V مائل بزاوية عن الاكس اكسس بزاوية ثيتا، فيحلل المتجه V الى مركبتين، مركبة افقية اللي هي طول المتجه V في كوساين الزاوية ثيتا، اللي هي ما راح استفاد منها حاليا، اللي استفاد منها فقط المركبة العمودية اللي هي الهايت الارتفاع، اللي هي من هذه النقطة إلى هذه النقطة، واللي هي عبارة عن طول المتجه V في ساين الزاوية ثيتا. طول المتجه V في ساين الزاوية ثيتا هو يمثل لي ارتفاع متوازي الأضلاع. فارتفاع متوازي الأضلاع موجود عندي هو طول المتجه V في ساين الزاوية ثيتا، وعندي البيس القاعدة، بيس اللي هي القاعدة اللي هي عبارة عن الماجنتيود لليو، وهي اللي هي طول المتجه يو. فالبيس القاعدة بيس اللي هي طول المتجه يو في الهايت اللي هي طول المتجه بي في ساين الزاوية. فعندي هنا طول المتجه يو في طول المتجه بي في ساين الزاوية، اخذ الطول او القيمة المطلقة اللي فراح يكون هذا يمثل لي الاريا لمن؟ لهذا متوازي الأضلاع. فراح تكون الاريا هي عبارة عن طول المتجه يو في طول المتجه في في ساين الزاوية ثيتا. مثل ما تلاحظون طول المتجه يو طول المتجه في ساين الزاوية ثيتا، هذا يذكرني بالقانون السابق اللي استخرجناه اللي هو عبارة عن طول المتجه يو كروس في، اللي هو من هاي النقطة وباتجاه بهذا الاتجاه راح يكون، فهو عبارة عن طول المتجه يو كروس في. طبعا هذا اليو وهذا البي، اليو كروس في راح يكون من هاي النقطة ويكون عمودي على اليو وعمودي على البي، يعني يكون زاوية 90 مع اليو وزاوية 90 مع البي. هذا اليو كروس في طول هذا المتجه هو يمثل لي مساحة متوازي الأضلاع اللي هو مكون من المتجهين يو وفي. فعرفنا هسه كيفية تحديد أو استخراج مساحة متوازي الأضلاع باستخدام طول اليو كروس في، طول حاصل ضرب المتجهين ضربا اتجاهيا. الاريا للبارالوغرام هو عبارة عن بيس في الهايت، القاعدة هي المتجه الأول طول المتجه الأول U، والارتفاع هو عبارة عن طول المتجه الثاني في القيمة المطلقة اللي الساين الزاوية. تعرفون طلاب اللي هي الاريا هي عبارة عن قيمة، وراح تكون هاي القيمة قيمة موجبة، مساحة متوازي الأضلاع عبارة عن قيمة موجبة. مثال هنا عندي يقول find the cross product A cross B، ومعطيني الفكتور A اللي هو I زائد 3J زائد 4K، والB معطيني هو 2I زائد 7J minus 5K، ورايد المقدار أو هذه القيمة اللي هي cross product للمتجه A cross المتجه B. فالمتجه A كروس المتجه B النتيجة ما راح يكون هو عبارة عن متجه ثالث يختلف عن الـ A ويختلف عن الـ B. فA كروس B بما أنه محدد هنا زاوية، راح أستخدم المصفوفة الـ determinants المحدد.
اخلي بالصف الاول الاي والجي والكي مثل ما شرحنا سابقا، وفي الصف الثاني الكورسبوندينج كومبوننتس للمتجه اي اللي هي بالنسبه للاي 1 وبالنسبه للجي 3 وبالنسبه للكي 4. والصف الاخير اللي هو الصف الثالث اخلي الكورسبوندينج كومبوننتس للمتجه بي اللي هي 2 بالاي و7 بالجي و ماينس 5 بالكي، طبعا الرقم مع اشارته داخل، الرقم مع الاشاره. كيفية استخراج قيمة المحدد هذا شرحنا سابقا، ناخذ قيمة الاي، ناخذ الاي ونلغي الصف والعمود ونستخرج المصفوفة الثنائية، قيمة المصفوفة الثنائية اللي هي 3 في سالب 5 ماينس 4 في 7. ف 3 في سالب 5 سالب 15 ماينس 4 في 7 سالب 28 وخلي اي. ماينس بي القانون موجود، الماينس هذا او الاشاره السالبه بالقانون، لان انا عندي الجي اشارته سالبه، فماينس المصفوفه المحدد قلنا اذا اخذنا العنصر هذا اللي هو اي الجي العفو الغي الصف مالته والغي العمود مالته، يبقى عندي هنا واحد ماينس واحد في سالب خمسه ماينس اربعه في اثنين، فراح يكون عندي هنا واحد في سالب خمسة سالب خمسة ماينس أربعة في اثنين سالب ثمانية. وأخيرا الكي ألغي صفه وعموده، راح يكون عندي هنا واحد في سبعة زائد أو ماينس ثلاثة في اثنين، فراح يكون عندي هنا واحد في سبعة سبعة ماينس ثلاثة في اثنين سالب ستة، فراح يكون عندي هنا يعني أنقص او اجمع الاشارات، يعني الماينس في الماينس الماينس 15 ماينس 2 28 راح يكون عندي ماينس 34 43 عفوا، يعني هن اشارتين اجمع الارقام وانزل اي اشاره منهن مثل ما تعرفون، ماينس اخليها هذا موجوده عندي هنا ماينس 15 5 ماينس 8 يعني سالب 5 سالب 8 سالب 13 سالب 13 في السالب هذه راح يكون عندي هنا موجب 13 واخليه الجي زائد 7 ناقص 6 1، فراح يكون عندنا هنا واحد ما اكتبه راح اخلي فقط الكي، فطلع عندي A كروس B هو عباره عن متجه اللي هو سالب 43 اي زائد 13 جي ماينس كي. Example find I cross بين قوسين J cross K. راح يفيدني الدايجرام اللي قلت لكم بي، الدايجرام اللي هو دايجرام for calling cross product إذا تتذكرونه، اللي هو باتجاه عقرب الساعة موجب عكس اتجاه عقرب الساعة سالب، وأخلي هذا أستحضره في ذاكرتي وأستخرج I cross J cross K. We know that J cross K هذا اللي بين قوسين هو عبارة عن I. J cross K هو عبارة عن I. زين. بعدها هذا القوس صار عندي I. I cross I راح يكون 0. I cross I راح يكون 0. فنتيجة ال I cross بين قوسين J cross K هي 0. مثال آخر. By using the properties of the cross product اوجد لي 2i cross 3j cross j. عندي هنا 2i cross 3j راح اخلي راح اخذ 3 و2 واضربهم بين يعني فيما بينهم احصل 6 عندي هنا، يبقى عندي i cross j. i cross j قيمتها موجب k و cross انزلها وانزل بعدها j، فراح يصير عندي هنا 3 في 2 6 اي كروس جي يطلع عندي كي، كروس ينزل لان انا القوس كملته يطلع عندي كي، و فراح يصير عندي هنا انزل الكروس وانزل الجي، فراح يصير عندي هنا 6 بين قوسين كي كروس جي. كي كروس جي هي ماينس اي، لان باستخدام قلت لكم باستخدام الريكولينج دايجرام اوف ريكولينج كروس برودكت راح يكون عندي هنا
كي كروس جي يطلع عندي سالب اي، فراح يكون عندي هنا 6 مضروب في سالب اي، راح يكون عندي نتيجة ماينس 6i ماينس 6i. هومورك معين، طبعا الهومورك سهل بسيط، i كروس j هذا على حدة، كروس k كروس i على حدة، وبعد ما تستخرج قيمة المقدار اللي هو i كروس j كروس برودكت k كروس i، واضرب هذا المقدار في هذا المقدار ونطلع النتيجة. قد تطلع النتيجة؟ هذا هو هيك هوم ورك بسيط. المحاضرة القادمة إن شاء الله راح ناخذ أمثلة حول موضوع الكروس برودكت، وقبل أن ناخذ الأمثلة راح ندخل على البراكتيكال بروبرتيز، عفوا على الموضوع البراكتيكال ابلكيشنز of cross product اللي هو التورك. احنا مسبقا خضنا practical application التطبيق العملي للدوت برودكت، هو كان الشغل الورك. في هذه الحاله بالكروس برودكت البراكتيكال ابلكيشن راح يكون هو عباره عن التورك. عزم اللي ان شاء الله هذا ناخذه هو الموضوع هذا مع الامثله في المحاضره الجزء الثاني، في المحاضرة الرابعة الجزء الثاني. شكرا لحسن الإصغاء طلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.